مرموم تحفه ميادين السباقات ضمن مهرجان ولي عهد دبي. اعلنت في هذه اللحظات انطلاقة وتحديات شوطنا التاسع للمحليات الأصايل الابكار وشعارات ابناء القبائل الحاضرة في صباح هذا اليوم. اتقدم مع المركز الاول واتابع الصدارة في هذه اللحظات والمقدمة ضبي راشد بن سلطان بن غالب المنصوري يتقدم ويقدم الضبي على المركز الأول والمركز الثاني. أتابع في هذه اللحظات تقدم وحضور من قبل منصور أهلي رقيط بن سيف بن رقيط القفلي القادم على المركز الثاني مقدما منصوره، والمركز الثالث جدل لمطر بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي، والمركز الرابع يتواجد شعار بن عبيد النيادي في هذه اللحظات مقدما انطلاقات وتحديات الطياره راشد بن سعيد بن عبيد النيادي والمركز الخامس. وتابع منصورة لمايد بن علي بن سلطان الدرعي، والمركز السادس وتابع الاتحادية عبد الله بن علي بن سعيد السبعة الدرعي، والمركز السابع والمركز الثامن في هذه اللحظات مكرمة لعبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي، والمركز التاسع وتابع مشكورة حيا بن قنون بن سلام الاكتبي يتواجد على تاسع المراكز، والمركز العاشر اختم النداء مع الحرة لراشد بن حمدان بن محمد البلوشي القادم مقدما انطلاقات الحرة في هذه اللحظات. هكذا هي النتيجة للعشر المراكز الاولى المتقدمة، وشعارات بدأ تتدخل إلى عالم الإعلام، عودة إلى البداية، عودة إلى أهل الوثبة، عودة إلى بن غالب يتغلب في هذه اللحظات ويقود هذا المسار الضبي راشد بن سلطان بن غالب المنصوري على المركز الأول. المركز الثاني جدل بن عمير القادم مع جدل على ثاني المراكز مطر بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي، والمركز الثالث وتابع مكرمة أول الواصلات وشعار بن ثعلوب الدرعي على ظهر مكرمة القادمة على المركز الثالث، والمركز الرابع شعار حياب بن قنون بن سلام الاكتبي القادم مع مشكورة المدينة العين قادمين في هذه اللحظات، والمركز الخامس وتابع الاتحادية عبد الله بن علي بن سعيد السبعة الدرعي القادم مع الاتحادية على المركز الخامس وسادس. مراكزنا متعبة متعبة متعبة، وخليفة بن محمد بن زهر الخيلية القادم مع متعبة، وأول نداء لمتعبة على المركز السادس. المركز السابع الشاهينية علي بن راشد بن ضبيعة الاكتبية قادم مع الشاهينية على المركز السابع، والمركز الثامن أول الواصلات الشامخة لحمد بن سعيد بن محمد بن زهرة الخيلية من يقدم الشامخة على المركز الثامن. والمركز التاسع أول نداء بهذه اللحظات كذلك للشامخة لعمران بن سلطان بن تريم الاكتبي، والمركز العاشر اختم النداء هنا في هذه اللحظات مع انطلاقة منصورة
محمد بن حميد بالدبيل القادم المنصوري مع الشايب على المركز العاشر، عودة إلى المركز الأول، عودة إلى الصراع، عودة إلى المقدمة والصدارة هنا بهذه اللحظات. جدل مطر بن حمد بن عميرة من يقدم جدل وتحديات وانطلاقات جدل على المركز الأول. المركز الثاني مياسة مياسة أم سعيد بن سويد بن قران المنصوري القادم بهذه اللحظات. الكيلو متر الأخير أو الكيلو الخطير، أصعب كيلو في ميادين الخليج. المركز الثالث أتابع أول الواصلات، شوق سيف بن محمد بن سالم الراشدي في هذه اللحظات، يتقدم الراشدي مع شوق على المركز الثالث. ولكن بن عمير بن عمير جدل 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 على المركز الأول. المركز الثاني من الجانب الآخر مياسة أم سعد بن سويد بن قران بن قران المنصورية والراشدي قادم، وكذلك قدوم من الدانة حمدان بن راشد بن سالم الشامسي القادم مع الدانة ياهي من معركة هملولة محمد بن سعيد المزروعي قادم في هذه اللحظات. بن قران الراشدي الشامسي ولكن المزروعي المزروعي في اللحظات الأخيرة. بدأت الأوامر هنا مع انطلاقته هملولة 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 وطوع قادمة لحمد بن سالم بن سعيد الحجرية، ولكن المقدمة الصدارة هملولة 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 طوع من الجانب الآخر. الحجري قادمة في الأمتار الأخيرة ولكن هملولة هملولة. تهانينا والناموس لمحمد بن سعيد بن عبيدة المزروعي. المركز الثاني طوع لمالك حمد بن سالم بن سعيد الحجري. والمركز الثالث وصلت الدانة لحمدان بن راشد بن سالم الشامسي. والمركز الرابع اللي وصلتنا مضمونة لعبيد بن علي بن نويصر المنصوري. والمركز الخامس المركز الخامس خيرة لسويدان بن عبيد بن سويدان العامري. عودة مع التوقيت الزمني وساعات ما شاء الله، وصول هملولة معلن الفوز والانتصار 7:29 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سعيد بن عبيد المزروعي على فوز هملولة بالمركز الأول. المركز الثاني وصل الطوع 7:29 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن سالم بن سعيد الحجري. والمركز الثالث كان وصول الدانة لحمدان بن راشد بن سالم الشامسي وتوقيتها الزمني 7:29 و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.